أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المحتفلون الكرام، من شغاف القلوب النابضة بالحب والولاء للحبيب المصطفى محمد وآله الأطهار الأتقياء، ومن صميم الأرواح الرافلة في روح ذكرهم الوضاء، نرفع باسمكم ومنكم ومن هذا المكان الزاكي بأريج النبوة وعبق الولاية، نرفع أرق التهاني وأزكى وأنمى التبريكات إلى قدسية النبي الكريم صاحب الخلق العظيم المبعوث رحمة للعالمين، محمد المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله الطاهرين، وإلى سيدنا ومولانا ومولى الثقلين يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين، سيد الموحدين وإمام المتقين علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، وإلى سيدتنا ومولاتنا الزهراء البتول فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، وإلى الأئمة الأطهار الأبرار المعصومين الميامين والحجج على الخلق أجمعين صلوات الله عليهم أجمعين. ونهنئ نائب الأئمة الطاهرين سليل دوحة الهاشميين، حامي شريعة سيد المرسلين، ووارث العلماء العاملين، حاملي لواء المذهب والدين، صاحب الفكر المتين، سماحة المرجع الدين العراق العربي الأعلى، آية الله العظمى، السيد الصرخ الحسني دام ظله. كما ونهنئ سكان السماوات والأرضين من الملائكة المقربين وحملة العرش الصافين الحافين المسبحين المقدسين وأهل الجنان أجمعين، من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والحور والولدان المخلدين وجميع المؤمنات والمؤمنين، نهنئكم جميعاً بالذكرى العظيمة والنعمة الجسيمة والمنة العميمة بالولادة الإنسية لنور الأنوار القدسية صاحب الطلعة البهية وسليل النبوة المحمدية والولاية الحيدرية، الإمام المؤتمن المعظم في مستسر السر وظاهر العلن، مهدي الأمم وجامع الكلم، الحجة ابن الحسن، الإمام الهادي المهدي، الطاهر التقي، النقي الرضي الزكي عليه السلام وعجل الله فرجه، أصحاب السماحة والفضائل من أساتذة وطلبة الحوزة العلمية وشيوخ ورؤساء العشائر العربية الأصيلة، الأكاديميون والمثقفون المحترمون، الحضور الكرام يجمعون، أتقدم إليكم بالشكر الجزيل والامتنان الجميل والثناء الجليل على قدومكم لحفلنا الميمون ومشاركتكم إيانا بما يسر النفوس ويقر العيون في هذه الليلة المزدانة بالضياء والنور، المكتسية حلل الفرحة والسرور والمعطرة بأريج البهجة والحبور. أسأل الله العلي الأعلى أن يديم علينا هذه النعمة الكبرى بنعم ومنن عظيمة أخرى، وأن يجعلنا وإياكم ممن يلج حسن البيعة والميثاق والولاء والعهد والنصرة والوفاء لصاحب الذكرة الغراء خاتم الأئمة والأوصياء
وأن يوفقنا لنصرة وليه ونائبه المرجع العراقي العربي السيد الصرخ الحسني دام ظله المبارك، الذي ما فتئ لراية العلم ناشرا، ولسيف الأخلاق شاهرا، ولعراق العروبة والإسلام ناصرا. اللهم اجعلنا ممن يحمل فكره ويعلي ذكره ويقفو أثره ويحيي أمره في نصرة خاتم الأوصياء وإمام الأتقياء وليلته هذه المعطاء بحق محمد وآله الأتقياء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.